بعد البريك رجعنا لحتى نكمل نحن وأنتن مشاهدي سوبرو تي في بفقرات حلقتنا لليوم. وبفقرتنا انترفيو رح يكون اليوم موضوعنا موضوع شيق وخاص، رح نحكي فيه عن لغتنا، عن اللغة السريانية يلي هي لغة الآباء والأجداد. رح نحكي أكثر عنها وشلون بظل هالتطور يلي صار نحن نقدر نحافظ عنها، إيش هن النقاط والخطوات لحتى كل شخص يقدر يحافظ على لغته وبالأخص اللغة السريانية مثل ما ذكرت اللي هي لغة الآباء والأجداد. رح نعرف أكثر عنها وعن النقاط اللي ذكرتون مع الدكتور جورج كيراس، مدير معهد بيث مردوثو ومعلم لغة السريانية بجامعة برينستون. أهلا وسهلا فيك معنا ملفون عبر شاشتنا سوبورو تي في. أهلا فيكم وشكرا جزيلا على الضيافة. أكيد أهلا وسهلا فيك معنا مرة تانية ملفون عبر شاشتنا سوبرو تي في، سعيدين لوجودك معنا ونتشكرك لقبولك دعوتنا لحتى نحكي عن اللغة السريانية والنقاط اللي ذكرتوها أثناء المقدمة. أكيد لغتنا اللغة السريانية هي لغة عريقة ونفتخر كلتنا فيها والواجب علينا أن نحافظ عنها، ولكن قبل ما نفوت بصلب موضوعنا شلون تحب تعرف حالك لكل مشاهدي سوبرو تي في ولكل المتابعين اللي عم يشوفوك أول مرة شاشتنا سوبرو تي في؟ شكرا كثير. انا شخصيا من مواليد بيت لحم، في هناك الشعب السرياني حوالي 300 عائلة في بيت لحم واقل من 100 عائلة بالقدس. فانا ولدت هناك وكبرت هناك طبعا في ظل الكنيسة وفي ظل النادي وفي ظل الكشافة، هذا كان كثير مهم لبناء سريانيتنا خلينا نقول. لما كان عمري 18 سنة بعد ما خلصت المدرسة هاجرنا لأمريكا، عشت في لوس أنجلوس ومن هناك رحت لإنجلترا للدراسة العليا خلينا نقول، وعملت دراستي دراسات سريانية في أوكسفورد وبعدين دراسات بالكمبيوتر وتحليل اللغات في الكمبيوتر. اشتغلت على اللغة العربية وعلى اللغة السريانية للدكتوراه وثم رجعت لأمريكا. تمام. وعندي راح نحكي على معظم المشاريع اللي راح نذكرها هي مثل ما قلت بمعهد بردوثو اللي أنا هلأ قاعد في هذا المعهد في المكتبة، وهو عبارة عن معهد للعمل على التراث السرياني واللغة السريانية وتطويرها خاصة بمجال الكمبيوتر. صحيح. كمان ملفون هلا صار الوقت لحتى ندخل بصلب موضوعنا ونعرف أكثر عنه ونعرف أيضا مشاهدي سوبرو تي في عنه. تقدر تحكي لنا عن مشروع القاموس الإلكتروني سيدرا؟ نعم، إذا بنقدر نحط على الشاشة أول صورة اللي بعثناها هي عبارة عن الويب سايت. تمام. تبع معهد بيث مردوثو bethmardutho.org. فإذا واحد راح على هذاك الويب سايت وطلع بيشوف المشاريع المختلفة اللي بنشتغل عليها. أحد هذا المشاريع هو القاموس سيدرا، فبنقدر نروح على الصورة الثانية ونشوف كيف واحد بيقدر مثلا يكتب أي كلمة سريانية إن كان كلمة كثوبو أو كلمة إيباد اللي هو فعل مثلا، وبيقدر يشوف القاموس شو عم بيحكي على هذه الكلمة. مش بس القاموس، يعني عدة قواميس. يعني حاليا بنقدر بنشوف نحن أول صورة اللي هو كان قاموس سرياني لتوما أودو. إذا بنطلع على الصورة اللي بعدها بنشوف قاموس ثاني بس نفس الكلمة، يعني عم نطلع على عدة قواميس بنفس الكلمة. بالصورة اللي بعدها بنشوف مثلا قاموس سرياني عربي تبع أوقيت منا. إذا بنطلع على الصورة اللي بعدها بنشوف قاموس سرياني إنجليزي اللي هو لمارغوليوث. هدول كلهم قواميس سريانية. أخذنا مادة كلمة إيباد يعني أضاعة مثلا، وتقدر تطلع بكل القواميس بنفس الوقت. طبعا هذا أخذ جهد كتير من عدة ناس. فمثلا قاموس سرياني عربي ديرويو زيتون هو اللي دخله. ف
كثير ناس بيشتغلوا تيحط يعملوا هاي المواد، يعني هذا مش شغلي أنا، هذا شغل كله مجموعة، تمام. والكل عادة يعني متبرعين بوقتهم وبيشتغلوا. بالإضافة من الفن للتعب والجهد يلي ذكرته من خلال تحضير هذا القاموس، إيش قد مهم إنه يكون في قواميس سريانية نقدر نحن نستفيد منها ونبحث فيها لحتى ناخذ الكلمات اللي نريدها؟ ممكن ما نكون كلتنا شاطرين، أو نكون نحن كمان يكون عندنا مخزون كافي من كلمات، فدائما رح نقدر نتطرق ونبحث بالقاموس. نعم، وعدة يعني فكرة إنه عدة القواميس في هذا مشروع سدرة، لأنه كل إنسان بتطلب قاموس معين، مثلا صحيح. اللي بيعرف عربي بده قاموس سرياني عربي، اللي بيعرف إنجليزي بده قاموس سرياني إنجليزي، وطبعا هناك قواميس أصعب استخدامها من قواميس أخرى، الطالب بده قاموس أسهل، فلهذا السبب نحن عم نحط في سدرة كل القواميس المتوفرة قد ما بنقدر، طبعا عم نضيفها، فكل واحد يستعمل القاموس اللي برتاح له، وطبعا ما في قاموس كامل، فمرات في معلومات بقاموس معين وغير موجودة بقاموس آخر، لهذا السبب من كل القواميس. أكيد. كمان ملفون، بعد ما عرفنا عن القاموس الإلكتروني السدرة، هلا كمان بدنا نعرف مشاهدي سوبورو ونحن كمان نتعرف عن المشاريع الكتابية أو النصوص، مشروع النصوص الكتابية السمثة. مشروع سمثو كلمة بتعني يعني ذخيرة، وهي ذخيرة النصوص، يعني كتابات الآباء كلها، فنحن حبينا يكون في هناك ويب سايت اللي بقدر أنا أروح وأكتب أي كلمة وأبحث عن هاي الكلمة بكتابات الآباء، شو حكى عنا مار أفرام، شو حكى عنا يعقوب السروجي، تمام. شو هل ذكرت او اتت مثلا في كتابات المطران تشيتشيك الراحل اللي ارتحل عنا، يعني مش بس الكتابات القديمه، يعني راح نضيف كمان مثلا بالفيسبوك، هل اتت هاي الكلمه بحدا حطها بالفيسبوك، فمثلا نطلع نحن على السكرين، انا عملت بحث شو كلمه سوريويو، فبنطلع بالسكرين بنشوف كل سطر سوريويو موجودة بنص معين، إذا بنعمل كليك على الأحمر على إحدى هالكلمات السوريويو، نقدر نشوف بالصورة اللي بعدها النص كله، يعني كلمة سوريويو أجت بأي سياق. هلا طبعا كيف نحن قدرنا نكتب نحط هاي كل النصوص؟ نحن ما قدرنا نكتبها، في 16 مليون كلمة حاليا ولسه عم نضيف، يعني 16 مليون كلمة مش سهل حدا يكتبهم، فبدال ما نكتبهم نحن استخدمنا الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس، نحن علمنا الكمبيوتر يقرا سرياني، فنحن بنعطي الكمبيوتر صوره للصفحه اللي هي صوره، يعني مثل واحد باخذ صورته، مش انه شيء مكتوب بالوورد او مكتوب على الكمبيوتر، فقط عباره عن صوره، ونحن علمنا الكمبيوتر يقرا، فصار الكمبيوتر يقرأ هذه النصوص، نحن بنصور كتب ونعطيها للكمبيوتر والكمبيوتر بيقرأها. طبعا الكمبيوتر لما بيقرأ النص بداية كان يعمل أخطاء كتير، يمكن كان يقرأ 90% صح 10% خطأ، وضلينا نعلم بالكمبيوتر والكمبيوتر يعلم حاله، تمنا وصلنا لدرجة إنه الكمبيوتر بيقدر يقرأ 98 أو 99% صواب، واحد لاثنين ثلاثة بالمية خطأ، وهاي النصوص اللي بيقراها الكمبيوتر بعد ما نحطها بنبعتها كمان لشبابنا وبناتنا في القامشلة، في لبنان، في العراق، في مناطق بيشتغلوا معنا، هذا جروب سميناه ميلثو لاب، ميلثو كلمة سريانية يعني كلمة، صحيح. ميلثو لاب يعني مختبر الكلمة، فشبابنا وبناتنا اللي بيشتغلوا بالميلثو لاب بيصححوا هاي النصوص لما الكمبيوتر بيقراها خطأ، فلهذا السبب نحن إن شاء الله بالمستقبل القريب 16 مليون كلمة راح يتصححوا. إن شاء الله. فهذا مشروع يعني كبير، وأخذ كمان جهد مثل ما حكيت من يعني ناس كثير بيشتغلوا عليه.
تمام. كمان ملفون خلال حديثك وبسياق الحديث ذكرت انه قدرتم تستفادوا من الذكاء الصناعي لحتى يقرا الكلمات او النصوص، وكمان اذا بدنا نحكي كمان بشكل موسع اكثر، شلون كمان تقدروا تستفيدوا من الذكاء الصناعي بتطوير اللغه؟ هلا الذكاء الصناعي تطور كثير في المرحله الاخيره، واول استخدام استخدمناه نحن هو للقراءه. في هلا حاليا عندنا شبابنا، نحن ختيرنا الشباب اللي اصغر منا، صاروا يعرفوا اكثر كمان على الذكاء الاصطناعي. بدي اذكر اسم شاب معين اسمه كريستوفر مراني في اوروبا، اللي عم بيشتغل على الترجمه الاوتوماتيكيه، يعني واحد بيكتب نص سرياني والنص السرياني يترجم كيف في جوجل ترانسليت، هذا كمان باستخدام الذكاء الصناعي. كمان عم نشتغل مع كريستوفر، عندنا فكرة إنه نعلم الكمبيوتر تشكيل أو إضافة الحركات للنصوص، يعني واحد بكتب نص مثلا ما عليه حركات، هل ممكن الكمبيوتر يضيف الحركات؟ طبعا لازم نحن ننتبه، يعني بكل الأشياء اللي راح يشتغل عليها الكمبيوتر دائما ما راح يعطينا جواب 100% صح، أكيد راح يكون 90% 95% 98%، مثل النصوص اللي حكينا عنها وصل ل 98%، نحن لازم نصلح ال 2%. كذلك لما نعمل الترانسليشن، اذا نجحنا في عمليه التشكيل الاوتوماتيكي او اوتوماتيكيا نضيف، اللي بيعرف سرياني بيعرف في 6 حروف الى روكوخو وشويو، هذا كله بنقدر نعلم الكمبيوتر يعملها. فشوي شوي راح نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لهذه الامور. تمام. كمان ملفون بظل التطورات اللي صارت ومثل ما ذكرتوا بظل تطور التكنولوجيا والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، شلون نحن نقدر نطور لغتنا، او برأيك واقع اللغة السريانية بالوقت الحالي ممكن في اشخاص صار عم يهملوا هاي اللغة او عم يهمشوها ودائما عم يسعوا لحتى يتعلموا لغات اخرى ولكن ما عم يتعلموا او ما عم يحبوا يتعلموا اللغة السريانية؟ نعم، يعني نحن اللغة السريانية هي الهوية تاعتنا أكثر شيء، أكيد فكتير مهم إنه يعني نتعلمها ونعلم الأجيال القادمة ونعلم الشباب والبنات. طبعا نحن بنعيش في مجتمعات فيها لغات مستخدمة أكثر من لغتنا، إن كان بالشرق الأوسط عربي أو تركي، إن كان في المهجر اللغات المتعددة، ولكن إذا بنقدر نستخدم يعني السريانية قد ما بنقدر، حتى لو ما كان استخدام كامل، يعني أنا أولادي دائما حكيت معهم بالكثيربونويو وتعلموا كثيربونويو، بنتي كانت تحكي بس كثيربونويو معي. طبعا لما يكبروا، نحن بأمريكا هون اللغة الإنجليزية بتأخذ محل وقتها، فهلأ الحكي أكثر بالإنجليزي، ولكن لا يزالوا لحتى الآن بيستخدموا كلمات سريانية بحكم الإنجليزي طبعا بالبيت مش خارج البيت. يعني على قدر المستطاع نحن لازم نحاول نعلم اللغة، ونحن مشاريعنا اللي بنعملها هي لهذا السبب، يعني هو لهدفين، يعني حفاظ الهدف على اللغة. الأول هو إنه نعمل، يعني نعطي قواميس أو نصوص يعني حتى العالم تستخدم اللغة. طبعا الاستخدامات هذه هي من قبل الملفونة، ممكن شغلنا نحن في مؤسسات تانية بتعمل فيديوهات لتعليم اللغة، يعني كل واحد بيشتغل بمجاله، فإذا كل واحد اشتغل بمجاله هاي بنقدر نحن كلنا مع بعض نعمل شيء. تمام. كمان ملفون ايش هن الخطوات او النقاط يلي هن واجب على كل شخص انه ينفذن او يقوم فيه لحتى يقدر يحافظ او يقدر العالم كله يحافظ على اللغة السريانية؟ يعني اول شيء مثل ما حكينا، يعني اذا كل عائلة يعني اهتمت بتعليم اولادها او تبعتهم عند ابونا او تبعتهم على نادي او وين في يعني مجال لتعليم اللغة السريانية،
واليوم كمان يعني بالسوشيال ميديا مش ضروري إذا ما في حدا معلم جبنة إنه يكون معلم جبنة. يعني في المدرسة الإلكترونية السريانية اللي أكمل ملكونه عم بيشتغلوا عليها وعم بيشغلوها. اليوم في مكتبات إلكترونية، نحن عندنا مكتبة بحلب، في مكتبة إلكترونية أعتقد اسمها نصيبين إذا بتذكر مزبوط. في عدة مكتبات إلكترونية اليوم. يعني اليوم الريسورسز أو المواد يعني متاحة، اللي بده في كتب أونلاين، في فيديوهات أونلاين، في يوتيوب أونلاين، اللي بده يتعلم تراتيل الكنيسة في يوتيوب أونلاين. يعني في كتير شغلات صارت اليوم متاحة، الواحد بس يعني هو يدفع حاله شوي. تمام. كمان الفون بلي البداية مثل ما ذكرت أنه حضرتك مدير بمعهد بيت مردوثة، وأنت كمان ذكرت أنه هلأ عم اطلع علينا من المكتبة الموجودة بمعهد بيت مردوثة، تقدر تحكي لنا لمحة بسيطة عنه، أي ما تتأسس النشاطات اللي عم تقوموا فيها لحتى نقدر نعرف كل المشاهدين عن معهد بيت مردوثة؟ نعم، معهد بث مردوثة هو هون بنيو جيرسي في أمريكا. نحن في المكتبة، يعني المكتبة هي معظمها مكتبتي الخاصة اللي أنا حطيتها هون. حوالي 80 ل 90% من الكتب اللي بتشوفيها هي مكتبتي الخاصة. أنا عندي مجموعة كبيرة للكتب للتراث السرياني، ممكن إنه تكون يعني أكبر مجموعة خاصة بهذا المجال. مؤسسة بيت مردوثو تأسست سنة 92 بهدف استخدام الكمبيوتر لتطوير اللغة السريانية. فمعظم مشاريعنا، إذا واحد بروح على الويب سايت بشوف في موسوعة سريانية أونلاين، في مجلة سريانية اسمها هوغوية أونلاين، هذه كلها كانت بأول صورة أنتم فرجتوها. تمام. فكل مشاريعنا هي إنه بنعرف انه الناس مش راح تقدر تيجي هون على المعهد، فنحن كل شيء بنحطه اونلاين هون بالمعهد. نحن كل صيف عندنا تعليم لغة سريانية للمبتدئين اللي ما بيعرفوا، وللي بيعرفوا يعني بيكون مستوى ثاني. بيجوا طلاب عندنا، بس تعليمنا نحن هون على مستوى جامعي. يعني الطلاب اللي بيجونا معظمهم طلاب دكتوراه او على الاقل ماجستير، وكثير كمان بيجينا انه خلصوا دكتوراه، هن بروفيسوريه مثلا. فنحن هون بنعلم على مستوى جامعي، وعندنا مجله بننشرها مره بالسنه بعددين اللي هي مجله الهوجويه، كمان اونلاين. والكتب اللي بتشوفوها حوالي 2000 من الكتب اللي بتشوفوها، اذا بتروحوا على الويب سايت على لايبراري المكتبة وبتعملوا، واحد بيعمل بحث يعني على الكتب، حوالي 2000 من هاي الكتب هي اونلاين كمان. يعني نحن بنعمل سكانينج للكتب تمام. وبنحطها اونلاين حتى الكتب المطبوعة. بس طبعا ما بنقدر نعمل كل الكتب، في كتب لها حقوق نشر. وامتيازات. الكتب اللي بنقدر نحن نصورها بنصورها وبنحطها اونلاين. تمام. ملفون بالختام، وبعد ما وصلنا لختام حديثنا وعرفنا أكثر عن القواميس والنصوص الكتابية وواقع اللغة السريانية والكثير من النقاط، كلمة أخيرة تحب تختم فيها حديثنا لليوم؟ يعني إذا ممكن نحط آخر صورة اللي بعتها على الشاشة، حكيت أنا ذكرت الميلثولاب اللي هو، خلينا نقول مختبر الكلمة، معنى الكلمة ميلثولاب هو شباب وبنات سريان بيساعدونا في هاي الأعمال. والميلثولاب نحن طبعا هو شغل بيشتغلوه، فأي واحد بيقدر يساعدنا بتمويل هذا المشروع حتى نحن نقدر نجيب أكثر شباب وبنات، وبنعطيهم شغل. بتعرفوا الوضع في الشرق الأوسط شوي صعب، شبابنا وبناتنا بدهم شغل، فنحن بنعطيهم شغل، بس بنعطيهم شغل بالتراث السرياني، وأي شيء بيعملوه بنحطه مجانا نحن على الإنترنت. فأي واحد بحب أو له قدرة
انه يشترك معنا، بيقدر يروح على الويب سايت تبعنا bethmarduth.org، يكبس على الميرثو لاب، وبيقدر يصير من الداعمين لهذا المشروع، وهيك بنقدر نساعد بعض بتكميل هاي المشاريع. إن شاء الله أكيد نتمنى من الكل أنه يقدر يدعم ويشتغل لحتى نقدر نطور اللغة السريانية. بالختام أتشكرك ملفونة لوجودك معنا اليوم وللوقت اللي عطيتنا لحتى نستفيد منك ونفيد المشاهدين بكل النقاط اللي ذكرناها وحكينا عنها. شكرا لكم مرة ثانية. تودي ساجي. لو ما دايم تودي ساجي إلخ ملفونة.